نظم مركز تراث كربلاء التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية ندوة حوارية علمية تحضيرية بعنوان قراءات في التراث الأدبي واللغوي لعلماء كربلاء في القرن العاشر الهجري، تمهيدا لمؤتمر حراك كربلاء العلمي في القرن العاشر الهجري. أقام مركز تراث كربلاء التابع إلى قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة ندوة تمهيدية بعنوان قراءات في التراث الأدبي لعلماء كربلاء في القرن العاشر الهجري، وهي هذه الندوة تمهيدية لمؤتمر المركز الذي سيقيمه إن شاء الله في الشهر 11 وشهر تشرين الثاني من هذا العام إن شاء الله. هذه الندوة وندوات أخرى إن شاء الله ستفعل، همها ويركز الجهد فيها في بناء البحوث. ندوة احتضنتها قاعة الإمام الحسن عليه السلام في العتبة العباسية المقدسة، شارك في تقديمها 3 باحثين أكاديميين من جامعات مختلفة، قدموا فيها قراءات متنوعة لنماذج من التراث الأدبي واللغوي لمدينة كربلاء المقدسة. هذا المؤتمر يحمل عنوانا هو الحراك العلمي لمدينة كربلاء في القرن العاشر الهجري. أما مشاركتي في هذه الجلسة أو في هذه الندوة هي عبارة عن قراءة كاشفة عن مؤلف كربلائي مهم لم تسلط على كثير من جوانبه عدسة البحث والدراسة، ألا وهو كتاب تسلية المجالس وزينة المجالس للسيد الكركي. طبعا هذا الكتاب على أهمية واسعة، من أهمية هذا الكتاب أنه يمثل مصدرا رئيسيا ومهما من مصادر الكتب الشيعية. قدمت دراسة عنوانها إنتاجية الشعر الإسلامي القصيدة الحسينية اختيارا، وفي إنتاجية الشعر الإسلامي عرضت للاتجاهين من النصوص. الاتجاه الأول اتجاه القصيدة الحسينية التقليدية التي تنقل لنا التاريخ وتنقل لنا المعطيات الموضوعية نقلا خطابيا مباشرا نقلا منبريا، والاتجاه الثاني القصيدة الحسينية التي تقدم خطابا شعريا مختلفا، خطابا شعريا جديدا تعنى فيه بما هو جمالي بما هو فني بما هو إبداعي. في الحقيقة جهود مباركة هذه المؤتمرات والندوات لتوضيح الأدب وتوظيف الأدب لخدمة المشاعر الحسينية والإسلامية بشكل عام، وهذه الحقيقة تحفة من التحف أن يلتقي العلماء والأدباء ليتحاوروا وليتفاهموا وليزيحوا الغبار عن كثير من الأمور، خاصة في الشعر الإسلامي والشعر الشيعي على وجه الخصوص، لأننا نعلم بأن الأنظمة السابقة عملت جاهدة لطمس هذا النسق الثقافي اللغوي الأدبي، والآن العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية في الواقع تأخذ على عاتقيهما إجلاء الغبار عن هذا التراث الديني الشيعي وعن منظومية أهل البيت. يسعى مركز تراث كربلاء التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة باستمرار لإضاءة النقاط غير المضاءة في تراث المدينة وتقديم قراءات جديدة لتراثها، عبر تنظيم الندوات والمؤتمرات المعنية بإلقاء الضوء على تراث مدينة كربلاء بشكل عام والثقافي بشكل خاص.